اي هني هني نفسي وهني نادي جمهور الهلال ورئيس مجلس اداره تستاهل التهنئه والامه النصراويه كلها. الله يسلمك. واقول حق اخواني في نادي الهلال هارد لك. طبعا النصر قدم جميع فنون كره القدم اليوم. صحيح. الحقيقه يعني اعتقد ان مدرب الفريق فاجئ الهلال في الضغط من اول خمس دقائق. نعم. ضغط على الفريق ويعني وضيع والهلال ضيع هويته صراحه. اعتقد الشوط الاول يفترض النصر يمكن جول جولين اول 20 دقيقه اول 20 دقيقه. نعم. الهلال اعتقد مو يومه، صار له فتره يمكن ثلاث اربع مباريات ما كان يقدم اي شيء. اعتقد هبوط مستوى لاعبينه. شيء ثاني يعني النصر كان في عنده يعني اعتقد مشكله بسيطه اللي هي الشق الدفاعي، المدافعين كانوا ثقال ما كانوا زينين. اما نص الملعب قدموا جميع كره القدم، يمكن شاف المباراه يعني من احسن ما يكون. كذلك بينت قيمه المحترفين بسعود. صحيح. المحترفين اليوم انت تدفع تحصل محترف زين. المحترفين اليوم يعني مباريات كبيره، يعني انت اليوم ما ودك يعني ما ودك تروح على التلفزيون عشان تطالع مباراه. نقول حق اخواننا في السعوديين هنيالكم على الدوري صراحه. بالنسبه للحكم بسعود ما كان في يعني ما كان في سيء، المباراه ماشيه من احسن ما يكون. صحيح. بقول حق اخوي ابو حميد الغالي على قلبي يا حبيبي. طيب